السلام عليكم. كيف حالك اخوي اشرف؟ الحمد لله، اتفضل. عرفتني؟ لا مش واخد بالي والله، اتفضل ارفع صوتك بس فضلا وليس امرا. أنا كرار من كربلاء. اتفضل يا كرار، عندك اجابة عن سؤالنا اليوم؟ والله أنا اتصالي خارج عن الموضوع، بس ما ادري، قبل الفترة اللي صار لي كان بيني وبينك يعني اهلي عرفهم بالموضوع، وعندي واحد من اخواني اللي هو طالب حوزوي، يعني صار يحذرني من كلامكم، كلام الوهابية وما اعرف ايش، صاروا يجبروني يعني على الحلف، يقولوا لي لازم تحلف بالأئمة حتى يعني انه نصدق انه انت ما لاعبين براسك الوهابية او مدخليلك افكار وغير شيء، وانا بصراحة يعني ما اريد، يعني وانت ما اريد احلف فيهم. وانت كرار اريد منك يعني. تفضل، عايز ايه مني؟ ها؟ عايز ايه مني يا كرار؟ يعني اريد يعني تعطيني حل، يعني ما اريد احلف بصراحة، ما اريد احلف غير الله. ولا تقسم بغير الله. انا لما باجي اقول للشيء اقسم بالله، مع ان انا اعلم ان قسم الله عنده اقل درجه من القسم بالعباس والحسين والائمه، يعني يقول لك يشور بي العباس زي ما انتم عارفين كده قرار عندكم في الفكر الشيعي الاثني عشري، لا يحلف بالعباس وكذب. انت الان استاذنا الفاضل، يعني اما ان تطيع اهلك او يعني تطيع الله سبحانه وتعالى. صراحه يلا انا ضروري لك يعني اخواني، يعني كليتهم طلاب حوزه. لا يا طيب، كانوا اهل النبي وقريش كلها المقاومه يا استاذنا الفاضل، كانوا اهل النبي وقريش على بدون الاصنام. نعم، يعني هم قاعد يلحون علي بهذا الموضوع، يجبروني على هذا الشيء، يعني خارج رغبتي خارج. والله يا طيب ده قرارك انت، انا لا ليس لي دخل فيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديك الى الحق. انا لا عمري هقول للشيعي اترك معتقدك، ولا اقول للسني ارجع لمعتقدك، يعني سواء هذا او ذاك. انا بالنسبه لي العمليه، انا راجل بقدم ادله وحقائق، من اهتدى فلنفسه ومن لم يهتدي فهذا شان الله، شانك عند الله سبحانه وتعالى. انا اطلب منكم ان يكونوا مسلمين، يعني اتركوا سب الصحابه، اتركوا القول بتحريف القران، اتركوا الشرك بالله سبحانه وتعالى، ادعوا الله، صلوا لله، اعبدوا الله. ده اللي احنا بنطلبه منكم كشيعه، ما بنطلبش منكم حاجه ثانيه خالص. ده الاسلام الحقيقي اللي موجود في القران الكريم، تمام. لكن انا اجي اقول لك النهارده اصل اخواتك بيقولوا لك طيع اخواتك، لا انا لا اقول هذا ولن اقول هذا. شكرا لاتصالك استاذ كرار، عشان معنا ناس ثانيه، بارك الله فيك، حفظك الله. شكرا. معنا اتصال من، السلام عليكم. السلام عليكم. طب اخونا اللي بيتصل مش عنده صوت من الواتساب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك أشرف غريب؟ الحمد لله. مين معايا؟ تفضل. معاك أبو كيان العراقي. تفضل أبو كيان، عندك إجابة عن سؤالنا اليوم إن شاء الله؟ إن شاء الله عندي إجابة. تفضل. أولا، من نقل السيرة الإمام، مقتل الإمام حسين عليه السلام؟ أنا مش بتكلم في مقتل الإمام، أنا بتكلم سيرة الحسين منذ طفولته طيب إلى وفاته. من الذي نقلها؟ اسمع بس عشان أنا مش عايز كلام. هل يوجد عن طريق الشيعة الاثنى عشرية كتاب واحد نقل سيرة الحسين لم يأخذ من مرويات أهل السنة الذين تكفروهم وتقول عنهم نواصب وتقول عنهم أموية وتقول عنهم قتل الإمام الحسين؟ إذا كان عندكم هذا تفضل نفتح الكتاب سوا ونقراه معك ساعة ساعتين على البث براحتك، نقرأ دون أن يتخللوا قول من أهل السنة. عندك هذا الكلام؟ تفضل. بارك الله بك. هل الذي نقلوا مقتل الإمام الحسين عليه السلام الشيعة أو السنة؟ أهل السنة نقلوا مقتل الحسين. تمام. أحسنت. إذن أهل السنة هم من قاموا بقتل الإمام الحسين عليه السلام. بس مش موضوع النهاردة، مش موضوع ده. أنا موضوع دلوقتي أين سيرة الحسين أيها الشيعة؟ ده سؤالي كده. أهل السنة عندك الآن هم من قتلوا الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين عليه السلام لم يبقى معه أحد. طيب. فقط أهل السنة الذين قتلوا. ممتاز. فهل أنتم الذين يا أستاذ نقلتم مقتل الإمام الحسين أو الشيعة؟ أنت بتقول أهل السنة قتلوا، ما فيش إيش مشكلة عندي. الآن سؤالي واضح، عندك سيرة للحسين؟ إذا أهل السنة هم اللي قتلوا الإمام الحسين. طيب يا أستاذ خلاص، صح؟ أنت عايز تحول الموضوع وصح، وأشرف غريب بيقول أهل السنة اللي قتلوا الحسين؟ لا.
ما كلها انا عارفها كويس. انا سؤالي واضح، سيرة بأن عند تيرة من الامام انتم تقولون لولا الحسين لضاع الدين، انتم تقولون ان الحسين ولا صارت عندكم سيرة للحسين منذ طفولته الى ان قتل؟ ده سؤالي واضح بكتاب لم يتخلله روايات سنية. تفضل عندك أولا أنت أجبني ثم أجبتك. والله أنا مش موضوعي مكتب الحسين، مش موضوعي مكتب الحسين يا أستاذنا الفاضل، يا أستاذ الفاضل أنا مش موضوعي مكتب الحسين. ممتاز. أنا موضوعي النهاردة سيرة الحسين. مثل ما حضرتني على الواتساب. أنا موضوعي عشان ما تضيعش وقت بس المشاهد الله يصلح حالك، أنا موضوعي اليوم سيرة الحسين، ليس موضوعي مقتل الحسين. بتفهم عربي الله يصلح حالك ولا ما بتفهمش عربي عشان وقت الناس؟ عندك إجابة عن سؤالي؟ كثير من الكتب قول لي ما عنديش إجابة عن سؤالك. الحسين عليه السلام نقلوها من السيدة زينب عليه السلام. تفضل يلا اسم الكتاب تفضل. نقلوها من أعدائهم النواصب المخالفين كما تقول أنت أهل السنة، هم نقلوا مقتل الإمام الحسين عليه السلام. طب أنا هسيبه يتكلم، تفضل اسم الكتاب وقرأ لنا الكتاب تفضل. قلت لك مقتل الإمام الحسين عليه السلام. استاذنا يا ابو كيان ما عندكش انت اجابه عن سؤالي، اجاوبك عن سؤالك حول موضوع مقتل الحسين اللي انت مش عارف تتكلم غير فيه. هل اراد الحسين ان يقتل ام لا؟ اصلا انت تقول انت اتهمت السنه بانهم قتلوا الامام الحسين. انت شايف ان الاتهام يا استاذنا الفاضل، انا بسالك سؤال، هل اراد الحسين ان يقتل ام لا؟ كيف؟ هل اراد الحسين ان يقتل يوم كربلاء ام لا؟ كيف؟ يعني عندك روايات تقول أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه خير ما بين النصر وما بين لقاء الله فاختار لقاء الله، هل أراد الحسين أن يقتل أم لا؟ تقصد بأن الشيعة نقلوا مقتل الإمام الحسين عليه السلام؟ شفتوا إخواننا الكرام؟ ما فيش حد يرد عليها ولا هيرد عن أي سؤال. السنة قتلوا الحسين، كيف يكون السنة وأصلا قاتل الحسين الشمر كان شيعيا من جيش علي بن أبي طالب أساس، يعني الذي باشر قتل الحسين الشمر بن ذي الجوشن، كان من شيعة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. أهل الكوفة الذين دعوا الحسين كانوا أصلا كلهم شيعة للحسين في هذا الشأن. لا تتحدى، أنت لا تجيب عن أي سؤال، عندك سبع دقائق يا راجل. الناس ضحكت عليك يا راجل، مش هذا وجع دماغ، الناس ضحكت عليك سبع دقائق ورايح يعني ما اتكسفتش حتى من نفسك. أنا طلعت الأشرف غريب وناقشته وأشرف غريب، هو عايز ياخد إيه؟ أهل السنة من قتل الحسين، أهل السنة مش عارف إيه، هو كان في ساعتها اهل سنه وفي كان ساعتها شيعه، هو ده الدماغ الفاضيه يا اخواننا الاحبه بارك الله فيكم. انت تقول بان الشمر، انا اللي بقول انت تقول بان الشمر كان من شيعه الامام علي. طيب عليه اذا اتيتك بدليل وانا اتحداك في ذلك. طيب واذا اتيتك بدليل ماذا انت فاعل؟ اعطيني دليل. اذا اتيتك بدليل حط على نفسك الالزام، حط على نفسك الالزام، حط على نفسك الالزام، ماذا انت فاعل اذا اتيت لك بالدليل من كتبك انه كان من شيعه علي؟ اتحداك انت. انا موافق يا عم، قبلت التحدي. من كتبنا تقول من كتبك انت كمان، من كتبك انت على فكره، من كتبك انت هجيب لك، ما انا بقول لك من كتبك انت هجيب لك الروايه. يلا تفضل. اذا اتيت لك بالروايه ماذا انت فاعل؟ اذا ما انا بقول لك دلوقتي انت بتتحدى وانا قبلت التحدي. اذا تقول انا بسال سؤال تمام، جيش علي عليه السلام يعني من جيشه يعني مش من شيعته؟ الله عظيم، حاجه غريبه. لان ابن تيميه، ايوه ابن تيمية قال، انا اسمعوا اخواننا كده، قال من كان في جيش علي عليه السلام لا يفضل عثمان عليه، بل كانوا كثير من جيشه يفضلون عثمان. انت بقى ابن تيميه يا ابني، انا بتكلم الان، هل الشمر كان من جيش علي ومن شيعته ام لا؟ لم يكن من شيعة الإمام علي، كان بجيش الإمام علي. إزاي كان في جيش؟ يعني إيه في جيش وليس من شيعته؟ اضحكوا إخواننا الأحبة بارك الله فيكم، اضحكوا بالله عليكم، بقول لك كان من جيشه وليس من شيعته. شكرا يا أبو كيان. والإمام علي، شكرا يا أبو كيان، شكرا يا أبو كيان، شكرا 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 حبيبي، شكرا. الآن صوت عالي؟ ارفع صوتك أعلى شوي. نعم نعم وياك. مين معايا؟ تفضل. حيدر من العراق. تفضل يا استاذ حيدر، عندك اجابه عن سؤالنا؟ شنو موضوع الحلقه؟ سيره الحسين يعني شنو؟ يعني احنا بنقول ان الشيعة الاثنى عشريه، انتم كشيعه بتقولوا ان احنا اهل السنه نواصب اتباع بني اميه، بنسال هل يملك الشيعة، لا 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 اسمعني بس فضلا، هل يملك الشيعة
سيرة الإمام الحسين دون أن ينقل من كتب أهل السنة؟ بس ده السؤال. هل ينقل الشيعة سيرة للحسين دون أن يتطرق لمنقولات وروايات أهل السنة؟ ده السؤال. هل تعرف الشيعة حياة الحسين منذ طفولته وشبابه وحياته من روايات شيعية دون التطرق إلى كتب أهل السنة؟ إحنا أنا بدعي عم اعتبر ناشر غريب يدعي هذا الادعاء. الشيعة لا تعلم في حياة الحسين إلا آخر 10 أيام في حياته. قبل 10 أيام دول ماذا تعرفون عن الحسين؟ ده السؤال. أنت الحسين عندكم في أحد السير، الحسين عندكم في أحد السير سارق، يعني أنتم قلتم أن الحسين سرق، سرق قافلة، سرق قافلة. اكتب كده يا عم يا جماعة الخير، اعتبروا أشرف ده كلامه كده. اكتبوا كده إمام معصوم يسرق ولا عياذ بالله. طيب يا سيدي اعتبرني أنا بضحك عليه. اكتبوا كده: سرق الحسين من معاوية قافلة بيت المال. ابحثوا في جوجل كده بنفس العبارات: سرق الحسين من معاوية قافلة بيت المال في أثناء حكم مين؟ في أثناء حكم معاوية. دي من سير الحسين عندكم أيها الشيعة أنه سارق. انت تحققت من الروايه؟ تفضل استاذ علي القراني. علي القراني عندك لما جه يحاول يرد على الروايه يقول لك ايه؟ ولا انت تابع احسن واقرا وشوف علماءك حاولوا يقولوا الروايه دي ازاي، او يقول لك الروايه دي مفهومها ايه. قال لك اصل الحسين لانه هو الامام المنصب المعصوم، فمن حقه اي مال في بلاد المسلمين، من حقه أن يأخذ أي مال وأن يعتدي على أي شخص في بلاد المسلمين، فهذا حقه الشرعي. والأموال الذاهبة إلى بيت المال هي حقه شرعا لأنه إمام منصب. ده اللي بيقوله علي القراني عندك ردا على الرواية على فكرة في الكتب، يعني حتى هو لم ينكر الرواية. ماشي؟ علي القراني ليس بحجة علينا يا أستاذنا الفضل. أنا بتكلم على أحد علماء ماذا رد على الرواية. حضرتك بتقول أنت تحققت، بقول لك ده علماء بيردوا عليها من ضمن الردود يعني. فتفضل حضرتك اقرأ الرواية. أستاذ الفاضل عندك سيرة للحسين عن طريق الشيعة فقط؟ ده السؤال. عندك كثير موجود القصص عن طيب. الحسين قبل استشهاد يعني. يا أستاذ الفاضل أنا عايز كتاب سيرة الحسين يعني موجودة. أستاذ الفاضل طفولته وحياته وشبابه إلى أن يموت، افتح لنا الكتاب وقعد معنا ساعة بس. حضر ومع إيه وأنا منتظرك. معك ما اقدر اقول اسمي لان انا من المنطقه السنيه. تمام؟ يعني من منطقه سنيه. انت سني ولا شيعي؟ لا انا سني الحمد لله. لا حمد الله يشفينا شر الشيعة. تفضل يا طيب. الله يسلمك. انا صار لي من 2000 تقريبا 12 13 يعني 14 اتابع منصه قناه صفا وغيرها وغيرها. هسه طبعا انا هسه شفتك على البث المباشر، والله العظيم كيفت. أمنيتي أكلمك، أمنيتي. تشرف يا طيب. والحمد لله الله حقق أمنيتي. نتشرف يا طيب. تفضل. الله لي شرف والله، والله لي شرف. أخ أشرف. تفضل. أني سني. نعم. تمام؟ خلي يسمعوني الشيعة كليتهم. أني سني، خالاتي 3 ماخذيهم شيعة. نعم. ثلاثتهم ماخذيهم الشيعة. والله انا يعني وطائيين. نعم. يعني ولد عم عندنا احنا النسب، ولد عم الطائيين يعني ولد عم البعامر. نعم. اللي هم هسه هذا العامر وغير. المهم ما لنا علاقة بهم. والله العظيم عندي رجل خالتي، انا احكي لك بالجلف العامي العراقي، اتمنى نعم. تفهمني. بس هم العراقيين يفهموني. والله العظيم يفهمون كلامك ويفهمون كل كلمة تقولها وقاعد ترنب إذانهم. بس المشكلة شنية؟ كابرون يكابرون. ترى هاي العراقيين من قتلوا سيدنا الحسين، من قتلوا سيدنا علي نفسه، سيدنا علي. نعم صحيح. من قتلوا من حادثة سيدنا عثمان، من قالوا لهم قتل سيدنا عثمان في العراق وحديثي الإسلام، وإذا أنا غلطان صحح لي. وسيدنا علي قال ما أريد نغزيهم لأن حديثي الإسلام حتى لا يرتدوا، وإذا أنا غلطان هم صحح. لا صحيح. بس أمنا عائشة
قالت لا لازم نقتص من قتلة عثمان لأن هم أقارب. تدري أنت قبل العرف العشائري أو العرف القبائلي يغلب على يعني يغلب على أحكام الإسلام مرات يغلب. لا هو مش موضوع يغلب يا أخي، عشان أنا فهمك الدنيا، هو علي بن أبي طالب كان يرى في هذا الأمر أن يؤجل القصاص حتى تستتب أمور الدولة الإسلامية في هذا الشأن، تمام؟ وكان هناك من يرى أن يقام القصاص سريعا. أنا أولا سعيد بمداخلتك، والحقيقة اللي أنت قلتها في موضوع أن الشيعة يعرفون ويعلمون ويفهمون ولكن يكابرون ويعاندون. شكرا لاتصالك يا طيب وحفظك. والله يكابرون. نعم يا طيب. بس قبل لا تقفل، أدريك والله تتمنى شيعي يتصل عليك على مود الله يهديك، وسأل الله الهداية للجميع. اللهم مو بس للشيعة، للجميع. اللهم أمين. شكرا لك يا الحبيب. بس شغلة واحدة. تفضل. استمر بالله عليك. مستمرين إن شاء الله تعالى يا طيب بإذن الله. استمر بالله عليك. بإذن والله قاعد تكسر ظهورهم. أنا دزيت لك رابط، أكو معمم شيعي دزيت لك رابط إله، دا أقول لك أنه هذا رد على سؤالك أنه سيدنا عمر هل تزوج سيدتنا أم كلثوم. يقول ماكو هيش رواية، وهاي الرواية ومن يسولفون يعني السؤال من يسولف أقول فلان ابن فلان ابن فلان، هذا يقول لك فلان ابن فلان والله ما أعرفه، يعني هيش رواية. هي رواية واحدة يا طيب. أنت معمم، عشرات من الروايات. تطلع نعم عشرات الروايات مش نعم. رواية واحدة. نعم والله العظيم انا دزيت لك رابط تمنيتك تشوفه والله. شفته زي كان نوب. نعم والله العظيم يطلع يرد يعني يرد يعني بقباحه بقباحه. يا اخي عندك انت مصادر، اطلع ويا اشرف غريب رد عليه فهم عوام الشيعة. زين سيدنا علي منو اولاده؟ بس الحسن والحسين. نعم زين عفتوا الحسن شلبتوا بالحسين بس ليش بس الحسين ليش يعني شنو السبب؟ نعم شنو السبب بس يعني لأن زوجته عجمية؟ نعم لأن تورط سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه زوج هاي العجمية لأن قال لا يأخذ الأكرمين إلا ابن الأكرمين، زوج بنت الحاكم العجمي يعني بكلامنا أخي أخاف أنا ما تتهمني. لا فهمك يا طيب. يعني بيت حاكم أو بنت يعني فتشي كبير ما يزوجها إلا شيء كبير ونادر، يعني جاب بنت كسرى زوجها لسيدنا الحسين. نعم. يعني سيدنا عمر هذا فضله نسيتوه. نعم. وطلعتوا لنا الرواية كسر ضلع الزهرة وسقط جنينة اسمه الحسن المحسن. زين أدري إذا المحسن يدري باللي راح يصير بيه ما بلغهم. انا بس عشان اشكرك وان شاء الله يكون لك مداخلات معانا في البثوث القادمه والنقاشات القادمه. هاي امنيتي والله حقق لي اياها واشكر الله انه حقق امنيتي وحكيت وياك على المباشر وراح اتابعك الساعه المباشر. تشرف يا الحبيب واستمر بالله عليك. استمر ان شاء الله. شكرا لك يا طيب. وبالذات بالذات ها بالذات 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 بس اخر كلمه بالذات لح على المراجع وكمال الحيدري، لان كمال الحيدري عندهم فتشي يعني وصل فد مرحلة من العلم. هو ما وصل مرحلة من العلم والله غلطان إن شاء الله. وعندك وكلاء المراجع الصافي وغيره تمام. وتحياتي لكم وأنا أخوكم من الفلوجة. حفظك الله. خلي يسمعون من الفلوجة. السلام عليكم. راح تابعك على المباشر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اتصلت بي قبل شوية. اسم حضرتك؟ خلي يسمعون الشيعة أكو رواية. نعم كان من فلوجة وما قدر. طيب تفضل. اسمي ابو علي. نعم تفضل يا ابو علي. ابو علي انا سديت اسال البث المباشر عمود ليش صار صدى. اسمي ابو علي تمام. نعم اكو رواية خلي تسمعها الشيعة. نعم بس بالله عليك تقاطعني اقل الدقيقة. تفضل. جدي سنة من السنين قال لي وليدي طلعنا انا وجديتك للبصرة. نعم. ورايدين نروح الكويت تمام. فقال لي بالطريق احنا نمشي وقفت بينا السيارة بنص الصقاب
سيارة بها بنزين وبها ماي، بنزين يعرفون العراقيين بنزين، والغاز يعرفون العرب غاز، يعني انه بنزين بس. قال ويا استاذ اشرف معاك يا طيب اتفضل. الله يسلمك. فقال سيارة بها بنزين وماي الراديتر بيها، هاي بالثمانينات. شنو السالفة؟ نزل فتح البنيد وقف صفن غيره يا معود، اشتغل السيارة معك. طب من فوقها غراب غراب يصيح، رف بجناحينه يصيح كابريته كابريته. هذا افتهمها لأن يعني أنا جدي سيد، ففتح الكابريته لقاها مختنقة بنزين. نعم. ففرغ البنزين شد الكابريته اشتغلت السيارة. سبحان الله، شغل السيارة اشتغلت، كمل طريقة للبصرة ومن البصرة طلع الكويت. سولف سولفت المن الحوزات العلمية، الحوزات العلمية قاعدين كم واحد بيها تدري انت، يجتمعون 50 40 100 بالزايد. فسولف هاي السالفة، انتقلت هاي السالفة كل من المن سولف لأهلة وربعه واصدقائه. فهاي روايات الشيعة. صحيح يا طيب، صدقت روايات الشيعة. شكرا لك اخونا الحبيب، كأنما قصص قصص. صحيح. شنو طب من فوق ترى هاي الرواية صحيحة، ترى المعلومة هاي قصص ما... يا ابو قصص علي واقعية. انا بشكرك ابو علي، بس عشان في متصلين معنا كتير على البث، فانا بشكرك وان شاء الله يكون لنا تواصلات. لا بس حبيت ابين صحيح كلامك يا طيب، حبيت ابين يعني بس لا اكثر، يعني حتى شكرا. اقول لك ترى الشيعة هي شيء يسولفون. شكرا يا حبيب، جزاك الله خير. تحياتي لك، تحياتي لك، واستمر استمر، ما لك علاقة بيسولفون ان شاء الله يا طيب. شكرا لحضرتك وشكرا. مين معانا؟ تفضل. شلونك اخي اشرف؟ الحمد لله بخير. مجتبى من العراق، الله يحفظك. حياك الله، تفضل يا طيب. اقول السؤال الحلقة اليوم اللي سيرة الإمام الحسين عند الشيعة، صحيح؟ نعم، بروايات شيعية ليس فيها نقل عن أهل السنة. يعني تريد المصادر مال السيرة؟ كتاب كده تحدث، كتاب تحدث عن سيرة الحسين لم ينقل عن أهل السنة، ده سؤالنا النهاردة. منذ طفولته إلى أن مات. بس أقول سؤالي، أقول أنا مداخلتي أنها ما أدري أكو مصادر أو هاي مو بالي، أكو يعني قصص روايات يعني عن الشيعة عن سيرة الحسين وأوصافه وشلون كان، بس الكتاب يعني مو بالي. طيب ماشي، لما بس أقول سواء أكو سواء أكو أو ما أكو، يعني إيه سواء أكو أو ما أكو؟ يعني أنتم ماذا تعرفون عن الحسين إلا عن طريق أهل السنة الذين تكفروهم أو تلعنوهم أو تسبوهم أو تقولوا إنهم قتلة الحسين، إنهم أحفاد بنو أمية؟ لا مو كلهم. تفضل طلع الكتاب أستاذنا الفاضل واتصل بي. اسمعني بس، عندك الكتاب واسمه، نفتح الكتاب سوا وقعد ساعة اقرأنا في الكتاب، بشرط ما نلاقيش تحت كده منقول من مصدر سني. بس الكلمة عندك، قول لي عندي الكلمة اللي أريد أقول. تسمعني؟ سامعك، اتفضل. جيد. أن الخلاف الجوهري بين البكرية والشيعة وفي مسألة الإمامة، أن الإمام هل هو ينصب من الله أم بالشورى، هذا الخلاف الجوهري. أما باقي الخلافات هي قشرية، خلينا نسميها فرعية. يعني انت معلش، ثواني يعني انت يعني انت اصبر بس يا استاذنا الفاضل، بعد هاي الخلافات كلها اصبر بس يا استاذنا الفاضل، بتقول قشريه ليست اساسيه، يعني الذي يعني انت ما بتقولش يا لسرات، ما قلتش يا لسرات الحسين قبل كده؟ شلون اجي اسمع؟ هل ذكرت كلمه يا لسرات الحسين من قبل؟ نعم، يا لثارات الحسين. شكرا أستاذنا الفاضل، جهز الكتاب اللي عندك ومرحب بك، احنا قاعدين في البث اللي هو الكتاب اللي يتحدث عن سيرة الحسين من طفولته وشبابه يعني الى وفاته. مع يعني ولو هي مداخل لخارج عن الحلقة، بس اقول ان الخلاف الاصلي يا أستاذ الامامة لا شك ان هي خلاف، بس مش موضوع النهاردة والله، بارك الله فيك، احنا بس بنعلم الشيعة دينهم. احسنت شكرا لاتصالك. سلام. احسنت.
شكرا لاتصالك. جهزنا الكتاب بقى، بس اذا لم تجد ماشي بالله عليك وبتصل قول لي انا ما لقيتش فعلا كتاب شيعي يحكي عن سيره الحسين بمرويات الشيعة فقط. شكرا لاتصالك يا طيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. ممكن نسال عن يعني انت تسال عن صفه صلاه ووضوء الشيعة، صفه صلاه النبي صفه. ارفع صوتك شويه بس سيدنا الفاضل، ارفع صوتك شويه فضلا. ممكن ان نبدا بصفه الوضوء اولا. اسد اسد ارفع صوتك فضلا. ممكن ان نبدا بصفه الوضوء اولا. اسد ارفع صوتك. صوتي واضح، صوتي واضح أسد، صوتي واضح يا أسد، سمعني صوتي واضح، صوتي واضح. اسم حضرتك إيه؟ مش أنت أسد برضو ولا حد تاني؟ لا لا حد تاني، حد تاني. فضل صفة صلاة النبي فضلا. أنا حد تاني، مو أسد. طب صفة صلاة النبي فضلا من كتب الشيعة. ايه اولا نبدا بصفه الوضوء. لا صفه الصلاه اولا. لا صفه الصلاه اولا، ده موضوعنا. صفه الصلاه اولا. نعم صفه الصلاه اولا. يعني انتم هل صلاه الان هل صلاه ابو بكر وعمر وعثمان صلاه رسول الله او انها تبدلت بعد النبي؟ احنا بس هات لنا صفه صلاه النبي اولا ثم بعد ذلك اسال سؤالك ان شاء الله. ماشي ماشي تفضل. صفه الصلاه اولا، يعني انتوا هالصلاه الان. يا استاذنا الفاضل انت بتسالني ولا بتجاوبني؟ انا بسال. لا انا هم اسال وهم اجاوب. طب وطي صوت، وطي صوت التلفزيون الصلاة. عندك وطي صوت التلفزيون يعني عندك او وطي يعني صوت الكمبيوتر. هل انت تسال؟ صبرا بس صبرا، وطي صوت الكمبيوتر عندك اللي انت بتسمع منه عشان انت مؤهل ان تسال او لا. انا سؤالي واضح، هل تملك يا استاذ الفاضل من العقلانيه في النقاش انني اثبت اولا ما لدي ثم بعد ذلك اسال ما عند المخالف؟ فعندك صفه لصلاه النبي؟ لا انا الان اريد اعرف، خلي الناس تعرف يا استاذ الفاضل. ابو بكر وعمر وعثمان حافظوا على صلاه رسول الله او بدلوها بعد؟ هنشوف الموضوع ده، مش هنشوف الموضوع ده بس. لا اشكال، انا لا اشكال في الاجابه عندي، بس عندك صفه لصلاه النبي؟ يلا اجيبني. طبعا انت بتتصل عشان تسالني ولا بتتصل عشان تجاوب؟ صفة صلاة النبي أين هي؟ أجب إذا ما عندك إشكال. أجب يا أخي. طب عندك صفة، سؤالي برضو واضح، عندك صفة لصلاة النبي أم لا؟ لا لا إيه الآن أجب إذا ما عندك إشكال. يا أستاذي جاوب عن سؤالي فضلا عشان الوقت. ما تفيدني أنا. عندك صفة لصلاة النبي أم لا؟ الإسلام ما تفيدني. أنت تتحدث عن صلاة رسول الله. هل لا صوتي واضح، صوتي واضح وواصل. صوتي وصل وواضح جدا. طيب يا اخواننا انت هو ما عندوش حس. انا خلينا بس نتكلم بعد اذنك الصلاة. خلينا نتكلم بعد اذنك عشان نسمع. انا راح اجاوبك اخواننا الكرام. خليك يا اخواننا الكرام اسمع بس. الان ساجيبك عن صفه الصلاه عند الشيعة. صفه صلاه النبي، صفه الصلاه عند الشيعة. صفه صلاه النبي، اسمعني صفه صلاه النبي. ركز في السؤال، انت مركز في السؤال. الان اعطيك صفه الصلاه. انت مركز في السؤال. الان اعطيك صفه الصلاه عند الشيعة. انت مركز في السؤال. من كتبك اثبت ان ابا بكر وعمر وعثمان بدلوا صلاه رسول الله. طيب وغيروها. انت الان احنا الان بنتكلم في صلاه النبي، الان عندك صفه لصلاه النبي؟ هسأعطيك الآن. رد على كلامي كده مباشرة. يا أستاذي يا أستاذي لا توزع ابتسامات معي. أنت مالك بوزع ابتسامات؟ ولا أحتاج إشارات. أنا بسألك سؤال، عندك صفة؟ يا رجل اهدع شوية. أنا مش عارف أتكلم بينك أساسا. طب اتفضل. اهدع شوية يا رجل. سأعطيك اسمع. هذه صفة صلاة رسول الله عند الشيعة. اسمع، على مباني الشيعة. اسمعني اسكت، خلي أنطيك الصلاة يا أخي. هذه صفة صلاة رسول الله عند الشيعة على مباني الشيعة. علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: يا حماد تحسن أن تصلي؟ قال: فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريص بالصلاة.
فقال لا عليك يا حماد. صلاة مين؟ حريس. قال فقمت حريس. صلاة حريس خلي بالك مش حريس. متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت. فقال يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70. لا تقاطعني، لا تقاطع، خلي الناس تسمع، لا تقاطع هذه، لا تقاطع. الله أكبر. إلى أن يقول نعم فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها التامة. قال حماد فأصابني، امسح العرق امسح العرق امسح العرق حبيبي امسح العرق، فأصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه فضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كأن بينهما قدر 3 أصابع منفرجا، واستقبل بأصابع رجليه جميع القبلة، لم يحرفهما عن القبلة، وقال بخشوع الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل وقلت والله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس ثم وهو قائم، ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح 3 بترتيل فقال سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما. فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه، وسجد على 8 أعظم الكفين والركبتين وأمام الإبهامي الرجلين والجبهة والأنف، وقال 7 منها نعم وقال 7 منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها في كتابه، فقال وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض ووضع الأنف على الأرض سنة. شنو عندك الآن؟ خلصت حضرتك؟ خلصت؟ أرد بعد إذنك؟ أرد بعد إذنك؟ صفة إيه رد يلا تفضل. كنت بتقرأ صفة صلاة؟ تفضل رد. كنت حضرتك بتقرأ صفة صلاة إيه؟ مين؟ نعم صفة صلاة دي انت تي صفة الصلاة على مبناك لو على مبنى الشيعة. انا بسأل حضرتك سؤال، كانت صفة صلاة مين اللي حضرتك بتقراها؟ يا استاذنا رد، دي كانت صفة صلاة مين اللي انت بتقراها؟ انت تري صفة الصلاة على مبناك يا لو على مبنى الشيعة. رد على سؤالي، ده صفة صلاة مين اللي كنت بتقراها؟ هذه صلاة الإمام الصادق هي صلاة رسول الله. أكمل بس بعد إذن حضرتك. يبقى إذن أستاذنا الفاضل كان أكمل يا أستاذ الفاضل سؤالك. أكمل يا أستاذنا أكمل كلامي. الإمام المعصوم هو فعل يا أستاذنا الفاضل يا أستاذنا الفاضل يا أستاذنا الفاضل أكمل كلامي بعد أكمل كلامي بعد إذنك. أنا سبتك تتكلم لم أقاطعك الآن. أنا سبتك تتكلم لم أقاطعك. تعلم أدب الحوار فضلا. الآن جاوبني يا أستاذ، تعلم أدب الحوار. خلينا نرد عليك فضلا، تعال نرد عليك فضلا يا استاذ. يا استاذ ارد عليك فضلا يا استاذ، ارد عليك. عندك يرفضون صلاه رسول الله. طيب طب اخواننا الاحبه، هو تم خفض الصوت عشان ارد، تمام عشان تفهموا بس، لانه هو بيتكلم ومش مش هيسمع الرد. اولا هو لم ياتي بصفه صلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. هو اتى بصفه لجعفر الصادق، وهذا الحديث اصلا لم يصح عنده، لان كان رد علي بيه شيعي من 4 سنوات في البلتوك وقال لي انا اجيب لك صفه صلاه النبي، وجاب لي حديث عن جعفر الصادق، وهذا الحديث لم يصح اصلا سندا في معتقد الشيعة. ثم سالته سؤال مهم جدا،
اي صلاة التي كان يصليها الامام جعفر الصادق ما عرفش يرد؟ يعني دي كانت صلاة عصر ولا صلاة مغرب ولا صلاة عشاء ولا سنة ولا فرض؟ فكيف اصلا يقول ان هذه صلاة؟ صفة الصلاة هي الحركات والتكبيرات والاقوال في الصلاة من حركات وادعية الى من البداية الى النهاية. صفة صلاة الفجر، صفة صلاة الظهر، صفة صلاة العصر، صفة صلاة المغرب، صفة صلاة العشاء، ده اللي احنا بنتكلم فيه عن النبي. جاي يقول لي عن جعفر الصادق صفة الصلاة لا يعلمها بحديث ضعيف؟ احنا سؤالنا واضح بين، اين صفة صلاة النبي في كتب الشيعة؟ عندك رد استاذنا الفاضل؟ قول عندي رد. ما عندكش رد قولي لا بصراحة انا جبت صفة لصلاة الامام وبقول ان صلاة الامام دي اللي انا ما اعرفش عصر ولا مغرب ولا ظهر ولا اي صلاة كان بيصليها هي دي الصلاة اللي احنا بنصليها بس. فضل الحديث يا كذاب، يا كذاب افتح، يا كذاب يا كذاب. كذاب في ايه؟ من الذي قال الحديث ضعيف؟ من صححه؟ يلا استاذنا الفاضل اديني سند الحديث. يلا 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 اديني سند الحديث. لا تفتري، اديني سند الحديث. ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش. اتفضل اتفضل يلا اديني سند الحديث. قال الحديث ضعيف. اتفضل اديني سنده. من الذي قال؟ اتفضل اقرا سنده، اقرا سنده، اقرا سند الحديث. قال ان الحديث ضعيف. اقرا السند اتفضل يا مفتري. يا استاذ اقرا السند. انت مفتري وكذاب. قرات يعني التطاول لا داعي منه للتطاول. اقرا سند الحديث، اقرا سند الحديث، اقرا سند الحديث. مش عايز اقرا سند الحديث. كذاب مفتري كذا كذا كذا. تمام. اي شيء مش هلتزم الادب هيتم الاغلاق في وجهه. اقرا سند الحديث. مرحبا بك. اتفضل اقرا سند الحديث. طب اقرا سند الحديث. اتفضل اقرا السند. اسمعني اسمعني. اتفضل اسمع اسمع سند الحديث. اتفضل. قرات لك السند. قرات لك تاني كده تاني كده تاني كده تاني. يقول حسن تاني تاني صحيح. يا استاذ تاني تاني. وفي الفقيه صحيح. انا علي بن ابراهيم عن مين؟ ايه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى. عن مين؟ ايه هو عن حماد بن عيسى عن الامام جعفر بن محمد الصادق سنه 3 اللي يرضى البخاري. ان الكم ولد سنه كام يا استاذنا الفاضل؟ استاذنا الفاضل الكم ولد سنه كام؟ اي طبعا طبعا اي طبعا. ايه اللي طبعا؟ انت بتضحك على مين؟ 3 سند الامام جعفر الصادق. شلون البخاري؟ شلون البخاري؟ مالكش دعوه بالبخاري. بكلمك دلوقتي. كيف بكلمك دلوقتي؟ ثلاثة إلى رسول الله. يا أستاذ الفاضل رد عليا. لا 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 كيف أنا سنة ثلاثة وتقول لي صحيح؟ ما تخرجش برا الموضوع. أنت بتقول لي سند صحيح. كيف سند صحيح يا أستاذ الفاضل؟ فين؟ ثلاثة في سند للإمام جعفر الصادق. ولادة علي بن إبراهيم يا سنة. ولادة علي بن إبراهيم يا سنة. يلا يا أستاذنا الفاضل أنت قول لي ولد سنة كام؟ متى؟ 329 هجرية يا أستاذنا الفاضل. توفى علي بن إبراهيم القمي 329 هجرية. إيش قال؟ توفى سنة 329 هجرية. شنو المشكلة وفاة الإمام الصادق 148؟ يا أستاذنا الفاضل يعني حدث العقل بما لا يعقل فإن صدق فالعقل لا. دلوقتي أستاذنا الفاضل طيب عشان بس وقت البرنامج والناس المشاهدين وقت البرنامج. وين المشكلة؟ يا أستاذ عشان وقت البرنامج والناس. البخاري يا أستاذ يا أستاذ اترك البخاري. يا أستاذ اترك البخاري ركز معايا. دافع عن معتقدك. دافع عن معتقدك. اسمع يا أشرف. يا أستاذ دافع عن معتقدك. أنت ركز معايا. أنت أنا مش فاضل الإزعاج بتاعك ده والصداع الله يصلح حالك. اتفضل مين معانا؟ أسد الله. يا أسد عندك صفة لصلاة النبي نعم أو لا؟ نعم. نعم نعم. تفضل اقرا. انت ليش تسد التليفون؟ عشان الوقت يا اسد والله. ما هو قرا لك اياها صفة بالكليني. صفة صلاة النبي واهل البيت. لا لا هو عنوانه. هو قرا هو قرا جعفر الصادق. اي صلاة اللي كان بيصليها جعفر الصادق مش عارف. سند الرواية مضروب اساسا. ليش مش عارف؟ ما هو ما هو يقول رتل القرآن يعني جهور. يا استاذ الفاضل. يعني صلاة العشاء. يا استاذ الفاضل. بكون ممكن تكون مغرب. ممكن تكون غفيلة. حبيبي يقول جهر في الآية. يا أستاذ يعني أسد. جهر بأي صلاة؟ الصبح فجر. والمغرب والعشاء. والمغرب والعشاء أي صلاة كان يصليها؟ يا حبيبي عندما يقول جهر هو من باب يعلم الشخص. أنا بسألك سؤال يا أسد. يا أسد
يا حبيبي هي صلاة للتعليم وليس كانت صلاة وجاي علمه. يا أسد ممكن بس يعني حتى الحديث ما تعرفونه. يا أسد دي صفة صلاة مين؟ يقول كيف تصلي؟ يا أسد قام علم الرجل. يا حبيبي ما كانت واجب يا الصلاة الله تعليم دي صلاة مين يا أسد؟ اللي كانت تصلى دي كانت صلاة مين؟ عيد عيد اللي كان بيصلي بيعلم الراجل ده كان مين؟ الإمام جعفر الصادق. عندك للنبي سؤالي بقى واضح، عندك صفة لصلاة النبي؟ لا عاد هو جعفر الصادق غير قال كتاب الله وعترة المهدي ما ان تمسكتم به لن تضلوا من بعد طيب. أبدا. شكرا يا أسد مفيش. أصل صلاة جعفر الصادق هي نفسها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد. ممكن نشارك؟ تفضل ارفع صوتك بس شوية. الآن صوت أحسن؟ آه، موضوعنا حضرتك شيعي ولا سني؟ شيعي. طيب، إحنا عندنا سؤال، أين صفة صلاة النبي عند الشيعة؟ عندك إجابة إن شاء الله على موضوعنا؟ قبل قليل سمعت المتصل القبل نعم. يقول ان المذهب الشيعي ليس مذهب انه دين نعم. وهذا صحيح، نحن دين ولسنا مذهب، يعني البعض من البترية الذين ينتمون للشيعة يعتبروننا انه مذهب خامس وهذا خطأ، يعني فرق كبير بين المذهب الشيعي المذهب الحق ومذهب المذاهب الأربعة. طيب. نحن دين الله وليس دين الله ورسوله وليس مذهب دين الحق. طيب يا أستاذنا صاحب دين الحق، عندك صفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي لا عندما كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتكتف. طيب يدينا الدليل أستاذنا الفضل، أين صفة صلاة النبي عشان نعرف أنه كان يتكتف أو لا؟ الدليل أنه الإمام علي صلي خلف النبي محمد يعني أنا بسألك عن 25 سنة. طيب أستاذنا الفاضل اقرأ لي الرواية بعد إذنك عن صفة صلاة النبي عشان نعرف كان يتكتف أم يزل اليدين، اتفضل. روايات كثيرة هي بس أنا ما عندي عن كتب، يعني واحدة بس من كتب، يعني ما أهم كتب، واحدة من كتبك بس. الصلاة يصلونها الشيعة هي مثلا ورثوها من الأئمة الاثني عشر. يا أستاذنا الفاضل أنا كلامي كانوا يصلون صلاة النبي، أنت دلوقتي بتقول بنصلي صلاة النبي ورثوها من الإمام علي من الحسن من الحسين. أين صلاة النبي أساسا في الكتب عندكم حتى تعلم النبي كان يتكتف أم يزدل يعني؟ نعم بالله عليك، في رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال إذا لا يجمع المؤمن يديه في بطنه فيتشبه بأهل الكفر. طيب يعني الرواية دي عندك صحيحة ولا ضعيفة؟ لا دقيقة بس خلينا نشوف المصدر. طب براحتك وجهز مصادرك وبعد اسبوع رد علي ان شاء الله في البث القادم. شكرا. انا هذا المصدر هذا تفضل. الو تفضل يا استاذ. نعم احنا عايزين صفة صلاة النبي قال التكتف عن علي تمام في كتب الشيعة. نعم تفضل يا استاذ اقرا كتب الرواية. كتب الشيعة ما انا عايز منين يا استاذ، انا بسالك في دينك، انا بسالك في ديني. نعم الظاهرة التكتف عمر بن الخطاب هو الذي أحدثه كما يا أستاذنا. أنا بسألك دلوقتي في كتب الشيعة أين صفة صلاة النبي؟ أنا بسألك ممكن تعلمنا صفة صلاة النبي حتى نعرف النبي كان يزدل أم يتكتف تمام في الصلاة من الكتب لديك أستاذنا الفاضل؟ نعم موجود، عن طيتك رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام. يا فين الرواية اللي أعطتها لي؟ أنت قلت لي علي فعل، لكن الرواية مش معايا، المصدر مش معايا، قلت لك اديني المصدر تمام؟ قلت لي لا أصل مش معايا المصدر ثواني أجيبه لك، قلت لك اتصل بيا الأسبوع الجاي، لا أنا معايا المصدر دلوقتي، ما شفتش مصدر دلوقتي أستاذنا الفاضل. تفضل. نعم إذا تريد الأسبوع القادم أنا جاهز. طيب أستاذنا إن شاء الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذ أشرف كيف الحال؟ الحمد لله أخونا أبو فهد كيف أخبارك؟ الله يسلمك يعطيك الصحة والعافية. الله يكرمك يا بالنسبة لموضوع الصلاة. نعم. طبعا معروف الصلاة هي عدد ركعاتها أربع ركعات وثلاث ركعات وركعتين. نعم. فالآن بالنسبة للشيعة ما أعتقد أن هم بهذا المنطوق، لأن عندهم مش أربع ركعات،
في عندهم في دعاء يسمونه دعاء القنوت اعتقد في تكبيره يعني بعد ما يطلع من الركوع تقصد تسبيحات تقصد هم يعني بعد ما يطلع من الركوع في الركعه الثانيه او الاولى او الثالثه مش عارف بعد ما يطلع من الركوع يكبر مره ثانيه ويرفع يديه ودعاء يدعي نعم فطالما انه كبر هذه اصبحت ركعه اذا الصلاه اصبحت مش اربع ركعات صارت خمس ركعات نعم مضبوط نعم يا طيب وعندهم حتى كمان في الركعه الثالثه والرابعه احنا بنقرا الفاتحه الكتاب ونركع جاي في هذا الموضوع في الرباعيه في الركعتين الثانيات ما يقرا الفاتحه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عباده بن الصامت نعم. لا صلاه لمن لا يقرا فاتحه الكتاب نعم صحيح هم بيقراوا حاجه مش عارفه بيسموها التسبيحات او بيسموها ايه كده في الثالثه التسبيحات ايوه تمام الموضوع الاولاني اللي قصدته انا مش التسبيحات اللي هو دعاء القنوت هو عندهم حتى صلاه اسمها صلاه البوفيله ما بين المغرب والعشاء تصلى صلاه الغدير من اين ابتدعوها امور كثيره النهارده وعشان كده سؤالنا اخونا ابو فهد اين صفه صلاه النبي لكي نعرف هل ابتدع نعم انا سمعت السؤال باضافه الى هذا يعني اضفت هذا انه منين جيت بالصلاه هذه اللي هي اكثر من اربع ركعات صحيح يا طيب يعني صارت خمس ركعات بحكم انه كبر فيها صحيح ابو فهد لو كبر فعلا تصير خمسه صحيح صارت اكثر من اربع ركعات هذا اذا كان مره واحده يدعي اذا كان يدعي مرتين اضافه الركعات زياده على الصلاه ان شاء الله يا ابو فهد جزاك الله خيرا يا ابو فهد بارك الله فيك استاذنا جزاك الله خير.